اشبعوا من بعض، مفهوم جميل لو مشينا عليه ايش كثر من المشاكل راح تنحل. منو فينا اليوم ما عنده خطأ؟ كلنا عندنا خطأ. منو مو مقصر مع الثاني؟ كلنا مقصرين مع بعض. سبحان الله، الحياة تلاهي والحياة سريعة، لكن بعيد الشر عنا وعنكم الموت أسرع. لذلك اليوم يقولك لازم تشبع من أبوك، لازم تشبع من أمك، لازم تشبع من أبنائك، تشبعين من الزوج، تشبع من زوجتك، تشبعون كصديقات بينكم وبين بعض كأصدقاء. ممكن في لحظة من اللحظات تندم ندم كبير جدا على أنك أنت ما كنت معطي فلان حقه أو فلانة حقها. لذلك استمتع اليوم بالنعم اللي موجودة اليوم. مثلا أمي الله يغفر لها، لو كانت موجودة إيديني راحت، إيديني راح تكون مداس لها. لكن وينها؟ داووا أنفسكم بالوصل، هلوا الأشواق حواليكم، ترى الأيام سراقة.